السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير وأهلا بيكم في فيديو جديد. إن شاء الله في الفيديو ده هنتكلم على شوية حاجات لو عملتهم في تجهيز السلاكة أو في تجهيز العين اللي أنت ناوي تحضن فيها، إن شاء الله هيكون إنتاجك زيادة بنسبة محترمة جدا جدا. اتكلمنا طبعا في الفيديو اللي فات عن التحضين، ده التحضين يعني أنا بالنسبة لي دول جوز مثلا تحضين الذكر أصفر فول كولر زاجل ونتاية جريزلي مثلا، دول دخلتهم في الانتاج او دخلتهم في خط الانتاج والتحضين وجهزت لهم العين بتاعتهم. طبعا العين بتكون عبارة عن مسقة واكالة والطاجن. طيب بس كده لا، طبعا في الارضية البلاستيك دي، الارضية دي مهمة جدا جدا. ليه؟ لان اول حاجة يعني احنا هنبدأ من الاخر، اول حاجة بتعطل الانتاج او بتموت الزغاليل او بتأثر على صحة الزغاليل هو ان ممكن تلاقي في العيون السلك بالذات ممكن تلاقي الزغلول كويس وكل حاجة وقعت في مكانه بره الطاجن، وتلاقيه رجليه لازقة في السلك او رجليه الركبة بتاعته داخلة في السلاكة نفسها. زي ما احنا شايفين كده الزغلولين دول، واحد منهم من فترة لقيت رجليه لازقة في السلك، الركبة بتاعته داخلة في السلك وانا مش واخد بالي، قاعد في مكانه ما فاكره كويس وكل حاجه، اجي اشيله واكتشفت ان رجليه ورمه وداخله جوه السلك. فدي لو سبت الزغلول يوم او اتنين او تلاتة هتلاقي الموضوع اختلف تماما، هتلاقي رجليه باظت. فمعنى كده ان انت لازم تامن نفسك وتحط ارضيه سلك او ارضيه بلاستيك. تاني حاجه تطمن على الزغاليل، مش معنى انك شفت زغلول في الارض كده فكده خلاص، لا لازم ايه تطمن ان رجليه مش لازقه في السلك ولا نازله تحت السلك. دي اول نقطه، فعشان كده احنا بنامن نفسنا احتياطي بنحط دي، والمساحه الفاضيه دي بنشيك عليها برضو، بنشوف الزغلول لو قاعد في مكانه كده او قاعد بره الطاجن بنمسكه بايدينا نشوفه واكل مش واكل، رجليه كويسه رجليه سليمه، علشان لا قدر الله الزغلول ممكن يروح مننا. لو رجليه خلاص بقت فيها اعاقه خلاص شكرا، انت كده مش محتاج الزغلول ده خالص. النقطة التانية طبعا الطاجن لازم يكون فيه حاجتين. الحاجة الاولانية اول ما يكون الجوز ده خلاص باض، يعني الحضان بيبتدي يبيض، يحط البيض بتاعه بسيبه عادي، عايز احضن يعني هبدأ احضن، حط البيضة بتاعته الاولانية استنيته، حط البيضة التانية خلاص خدتهم وبفرش في الطاجن ده حاجة اسمها لباد. طبعا احنا اتكلمنا عن اللباد ده في فيديو قبل كده وهنتكلم عليه تاني. طب اللباد ده ليه بقى؟ اللباد ده حاجة عاملة زي القطن كده، زي ما احنا شايفين كده الخامة بتاعته عاملة زي القطن. طيب اللباد دي انا كنت جايبه باتنين جنيه، ممكن دلوقتي يكون اغلى شوية، بس المشكلة او الميزة، مش المشكلة الميزة، ان هو بيتغسل، يعني انا اقدر اغسله واستخدمه مرة واتنين وتلاتة وعشرة عادي جدا، وينشف وافرشه تاني وبلزقه بايه؟ بمسدس شمع، بحيث ان هو ايه نقطة التانية تحت كده وبلزق عليه خلاص اللزق بقى كويس. ده بيحمي البيض، يعني البيض بص البيضة برميها ازاي كده او بقى في امتصاص للايه؟ للحمل بتاع الحمامة، لو لا قدر الله الحمامة حملت على البيض. هو الحمام ما بيحملش على البيض، بس في حاجات ساعات بتحمل بوزنها الزيادة ده، فتلاقي البيضة اتشرخت لو انت سايب الطاجن فاضي او حاطط فيه تحديق خشن. فده أو نقطة مهمة جدا جدا، هو انك تفرش الطاجن لباد. امتى؟ وقت الحصى، يعني خلاص انا حطيت البطين بتوع الحمام الزينة، ببدأ ان انا اكتب عليهم وافرش اللباد واحط الايه الطاجن للحمام فبيرقد عليه. لما بيجي يفقس بقى الزغاليل بسيب الزغلول على اللباد يوم التاني التالت بغير لتحديق. يعني احنا زي ما احنا شايفين كده ده زغلول ما شاء الله، يعني بصوا الطاجن حتى مكسور بس بستخدمه حاطط اللباد وشغال معايا عادي زي الفل. بصوا زي ما احنا شايفين ما شاء الله الزغلول ايه اكل لبا من الاهالي وحجمه كويس جميل. انا اقدر دلوقتي اشيل اللباد وابدا ان انا احط ايه تحديق تحت الزغلول ده، او اعمل حركه ثانيه عشان الناس اللي ايه بتكسل تفك وتشيل اللباد لسه سليم وكل حاجه. اخدت الطاجن يعني اهو اللباد الطاجن اهو، حطيت الطاجن اللي احنا لسه شايفينه ده هنا
وخدت الطاجن بتاعهم حطيت فيه تحديق وهحطه ليهم بدل ما اقعد افك واشيل كده كده اللي بدل نضيف ما سبتش الزغلول يقعد اسبوع 10 ايام يوسخه او زي ما احنا شايفين كده. بس كده ده هيعمل ايه؟ هيخلي الحمام يبتدي يملح ويحدق وياخد نسبه كالسيوم محترمه ويحطها في الجهاز الهضمي ويبدا يحطها معلبه للزغلول، والحمام نفسه الحضان يبقى صحته كويسه والزغلول يكون صحته كويسه. بعد اسبوع 10 ايام او بعد اسبوع هنطمن برضو على الطاجن عشان لو مبلول او في بلل والكلام ده كله نغسله او نكحته كده ونحط ايه تحديق جديد ونشيل التحديق المبلول. بكده زي ما قلنا اول حاجه الارضيه البلاستيك دي جميل. تاني حاجه الطاجن فرشه بيتغير مرتين وان احنا نخلي بالنا من الزغلول زي ما قلنا كده رجليه في السلك ولا لا. الحاجه اللي بعد كده هي ان انت تهتم بضوافر الزغاليل، يعني ايه بضوافر الحمام قصدي، يعني الحمام الكبير ده اللي ابتدى ان انت تحضن تحتيه تبدا ان انت تشوف ضوافره ضوافر رجليه للجوز وتبدا ان انت تشيل سن الضافر اللي هو ايه بتلاقي الضافر طويل شويه تبدا ان انت تظبط الضوافر بتاعته. ليه؟ لان الحروف الطويله قوي دي او المدببه قوي دي او الضوافر الطويله تبدا ان هي ممكن تخرم البيضه مع اي حركه عنيفه، ولو الزغلول طلع ان شاء الله ممكن تعور الزغلول، هتلاقي ممكن متعور في دماغه ومتعور في معدته ومتعور في ظهره، بيتعور تعوير صعبه جدا جدا بسبب ضوافر الحمام الحضان او الحمام الاهالي. خامس حاجه واهم حاجه هي ان الحمام اللي تحتيه زغاليل لازم ياخد وجبتين اكل يوميا خصوصا في الشتاء. يعني في العاده الحمام في الصيف ممكن ياكل وجبه واحده، في الشتاء الحمام كله ياكل وجبتين وبالاخص اللي تحتيهم زغاليل. جميل. لو انت هتاكل الحمام مره واحده بس في الشتاء لازم الحمام اللي تحتيه زغاليل ياكل وجبتين بس كده، لا تدي للزغاليل كمان وجبه ثالثه بالليل. لازم الزغاليل بتاعتك في الشتاء تاكل كتير، الزغاليل معدل الحرق بتاعها كبير، فعشان ما تجيش تلاقي الزغلول، يعني بص الزغلول ده ما شاء الله، الزغاليل دي ما شاء الله عامله ايه صحه وشكلا ولونا مميزين جدا ما شاء الله عليهم. طيب ده بسبب ايه؟ اهتميت بيهم وفي تاكلهم، يعني المتابعه اليوميه بتاعه الغاوي بقى. انت خلاص مش الحمام مش مجرد حاجه بتحطها وتسيبها، لا حاجه بتراعيها. طيب نيجي نشوف الزغلول اللي انا اهملته، يعني الزغلول ده للاسف اهملته او مش اهملته، نسيته، انشغلت شويه فنسيته في اهم اوقات لي زي ما احنا شايفين كده. ايه بصوا بصوا ده اللي انا بتكلم فيه، ده لسه ايه لسه ماكله من شويه وحطيته في الطاجن نزل هنا. طبعا الزغلول ده يعني ايه صعب جدا انه هيكمل معانا لانه ضعيف جدا. هو زي ما احنا شفنا كده ده الفرق والفكرة، يعني انا جيت لقيته ضعيف، طيب اعمل ايه والحضان مش راضي ياكله، جيت احطه تحت حضان تاني اخده تحتيه وكل حاجة، بعد شوية لقيته ضربه وضربه ضرب غريب وايه رحت شايله من عنده وابتديت ان انا احاول اكله تاني من اول وجديد. احنا زي ما احنا شايفين كده فاضي خالص فاضي خالص خالص. طيب ده نتيجة ايه؟ عدم المتابعة، يعني الزغلول ده قدامنا كده نتيجة عدم المتابعة. طيب نيجي نشوف نفس العمر بتاعه ويمكن كمان اصغر بس بمتابعة. زي ما احنا شايفين ده يكمل بنسبة كبيرة لان صحته العامة كويسة جدا ما شاء الله، وده هتلاقي مشاكله كتير جدا 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 لانك اهملته او لان اهملته من البداية، فانه يكمل ده صعب انما ده يكمل ده ان شاء الله سهل. هي دي الفكرة بكل اختصار، دي في ايدينا ودي في ايدينا، الموضوع كله بسيط ما بياخدش نص ساعة في اليوم، مرة الصبح ومرة بالليل، والموضوع هيمشي ان شاء الله زي الفل لو عملت الخمس حاجات اللي احنا اتكلمنا فيهم في الفيديو. وما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت مش من المشتركين، وحاول تكتب لي كومنت بالموضوع اللي انت عايزه الفيديو اللي جاي، وان شاء الله اكتر كومنتات على نفس الموضوع هنعمل الموضوع ده مع بعض الفيديو اللي جاي.